في برنامج الجدعان. لما ولادنا بيبنوا بلدنا عايزين مصر تقوم وتعدي. محمد غانم في أولى مزارع البايوفلوك في مصر، نظام مذهل لاستزراع أسماك البلطي بإنتاجية تتجاوز 50 طن سنويا، يعتمد على الأحواض الصغيرة والبكتيريا النافعة ويتكامل مع الزراعة النباتية، وتكلفة إنتاج الكيلوغرام من البلطي لا تتجاوز 23 جنيها. وحصريا الدكتور أحمد عبد الحي يضع روشتة غزو أسواق العالم بصادرات الخضر والفاكهة المصرية المجمدة. وضعنا في مصر أفضل كتير جدا من دول في أوروبا نفسها، حضرتك السويد والدنمارك وألمانيا الكهرباء بتقطع هناك قانونا في اليوم من 2 لـ4 ساعات. ولأول مرة الدكتور صلاح عبد الستار يضع شروط إنشاء مزارع الصحراء السمكية ودورة رأس المال ومتى يصبح الاستزراع السمكي مشروعاً مربحاً. والمهندس أحمد الشراكي عملاق تفريخ أسماك البلطي في الوطن العربي. إزاي نقدر نحمي الزريعة؟ نديكوا حقكم. إن لو في متخصص واقف في الكمين هيعرف إن الزريعة دي زريعة مفرخات. وتشاهدون أول مركب عالمي يهزم حشائش الأرز العنيفة، والمهندس هشام الحصري يعد بسعر مجزي لمحصول الأرز. وانتظروا محمد عمر خطاب من دار الأوبرا لمزارع بدرجة عبقري. كل هذا وأكثر في برنامج الجدعان، الخميس والجمعة والسبت من كل أسبوع في 7 مساء حصريا على القاهرة والناس 2. أهلا بكم في العاصمة.